ما شاء الله تبارك الله. 8 أغسطس 2022 أمطار على الخلايا في بيش. لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله، سحاب عظيمة على محافظة بيش الآن اليوم 8 أغسطس 2022 العاشر من ذي الحجة 1443. نسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. سبحان الله العلي العظيم. لا إله إلا الله، سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر، ما شاء الله تبارك الله على هذه الأمطار الخير والنعمة. لا رب، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. هذا جريان لبعض الشعوب في قرية الشجنة في الخلاوية بمحافظة بيش بجازان،
اليوم عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت، اللهم لك الحمد ولك الشكر. تبارك الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. مرحبا ألف. نصور صراحة تستاهل كل خير. الله يحييكم، الله يحييكم إن شاء الله. صلى الله يبارك لنا ولكم في الأمطار بإذن الله. آمين يا الله، آمين. ما شاء الله. شعب أبو جريد ما شاء الله تبارك الله، تجدد هطول الأمطار.